يعني دي بطولة من 3 ماتشات. صحيح. انا بحب اول حاجات دي على فكره. يعني كاس عالم من 3 ماتشات. هتلعب الدحيل كسبت، هتلعب سيمي فاينال مع البايرن، مع بايرن ميونخ، فرقه طبعا كبيره وعظيمه، ولكن برضو احنا فرقتنا كبيره وعظيمه. صحيح. يعني انا ما انا فانا لو يعني اتمنى ان انا اكون بلعب 3 ماتشات كلنا بصراحه، او يعني 3 ماتشات اركز 90 دقيقه حتى. لو بلعب قدام بايرن ميونخ وليفربول واي حد. صحيح. اركز 90 دقيقه لان الكره فيها كل حاجه. صحيح. وهي اللي بتفرق دلوقتي على فكره، يعني امكانيات اللعيبه حتى على مستوى بره، ودلوقتي الامكانيات كلها متقاربه، مفيش حاجات غير في مثلا ميسي رونالدو الحاجات، محمد صلاح الحاجات الفذه دي، ولكن بالفكر الجماعي الكويس ممكن تقدر تعمل كل حاجه.